أغلق عشرات المتظاهرون الداعمين للفلسطينيين مداخل مصنع عسكري في جنوب شرق إنجلترا، مستهدفين أكبر مورد عسكري في بريطانيا للدعوة إلى إنهاء مبيعات الأسلحة لإسرائيل. ورفع نحو 50 شخصا لافتة مكتوبا عليها أوقفوا تسليح إسرائيل، ملوحين بالأعلام الفلسطينية. وخرجت مظاهرات منتظمة في عدة مدن بجميع أنحاء أوروبا في الأسابيع الماضية دعما للفلسطينيين في غزة. I'd like to see the identities of the...